مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، ونستهلها بأبرز ما جاء في عناوين تلك الصحف. نبدأ بصحيفة البصائر البصرة، تسجل ارتفاعا كبيرا لعدد الإصابات بفيروس كورونا. وفي العربي الجديد، الكاظمي يقدم منهاج حكومته للبرلمان، وعود بانتخابات مبكرة وحصر للسلاح. الشرق الأوسط، واشنطن تستعجل الحكومة العراقية وتدعو إلى التخلي عن المحاصصة. وفي المدى، تحرك أمريكي لنصب القبة الحديدية على قواعد التحالف الدولي في العراق. أما في الخليج الإماراتية، ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتصنفه منظمة إرهابية وتلاحق أعضاءه. العرب اللندنية، قالت حاكم مصرف لبنان يحرج دياب ويلمح إلى مشتريات بالدولار لحساب سوريا. وفي القدس العربي، بومبيو، أمريكا لن تسمح لإيران بشراء أسلحة بعد رفع حظر الأمم المتحدة. أهلا بكم. أعلنت أغلب الأحزاب والكتل السياسية أنها خولت مصطفى الكاظمي حرية اختياره لتشكيلته الوزارية، لكن سرعان ما تراجعت هذه الكتل عن وعودها، وبدأنا نسمع كلاما من برلمانيين وسياسيين من أغلب تلك الكتل أعلنوا فيه أن المحاصصة الحزبية والاستحقاق الانتخابي ستكون الفيصل في تشكيل وزارة الكاظمي. سامي الزبيدي يقول في صحيفة الزمان إن الكاظمي سيصطدم بمشكلة المحاصصة، فهذه الأحزاب والكتل المتنفذة لا تفرط بحصصها في أي حكومة حتى وإن كانت مؤقتة. ما يقال عن تخويل الكتل والأحزاب الكاظمي الحرية في اختيار وزرائه ما هو إلا ضحك على الدقون واستخفاف بالرأي العام العراقي، وهو غير ما يقال في الغرف المظلمة ووراء الكواليس، وهذه هي الحقيقة التي يعرفها أبناء شعبنا جيدا. فالمحاصصة كانت سيدة كل الوزارات التي تم تشكيلها خلال السنين الماضية، وكانت حاضرة في كل مناصب الدولة والحكومة والحكومات المحلية للمحافظات، وهي السبب فيما وصل إليه العراق من فساد وسوء إدارة. وهنا سيواجه الكاظمي أسئلة عديدة، منها كيف يستطيع تجاوز عقدة المحاصصة والاستحقاقات الانتخابية في تشكيلته الوزارية، وكيف سيواجه ضغوط الكتل السياسية التي لا تتنازل بسهولة عن مكاسبها ومغانمها التي تأتي من حصتها في كل تشكيلة وزارية. أعتقد أن الكاظمي لن يستطيع تجاوز معادلة المحاصصة والاستحقاق التي جلبت عليها العملية السياسية في العراق، وكانت الأساس في تشكيل كل الحكومات السابقة التي جعلت من الأحزاب والكتل المتنفذة في البلد قوة ليس سياسية فاعلة فحسب، بل قوة اقتصادية كبيرة من خلال المكاتب الاقتصادية لهذه الكتل والأحزاب، ومن خلال هيمنتها على كل الصفقات الكبرى والمشاريع والمقاولات التي تنفذها الوزارات التابعة لها. الكاتب يرى أن الأيام القادمة ستكشف للعراقيين صدق دعوات رؤساء الكتل والأحزاب في منح الحرية للكاظمي في اختيار وزرائه أم لا؟ أم ستعود المحاصصة وتقاسم المناصب، وسيجد الكاظمي نفسه بين أمرين، إما القبول بشروط الكتل المتنفذة أو الاعتذار عن تشكيل الحكومة، وهذا ما تريده الأحزاب والكتل المستفيدة، وهو بقاء حكومة عادل عبد المهدي التي أمنت لها ملاذا كبيرا للفساد ومكاسب كبيرة لم تحققها في أي حكومة سابقة. السياسي الفاشل عادة ما ينتقم من جمهور يرفض سماعه، هكذا يخبرنا خطيب الثورة الفرنسية ميرابو، الذي اتهمه إبراهيم الجعفري ذات أيام بأنه كان منافقا. علي حسين يتساءل في صحيفة المدى، كم سياسي ومسؤول حرق البلاد بسبب لجان المصالحة والمساءلة والاجتثاث؟ كم سياسي يريد ترويض الناس بجمل وشعارات عن الوطنية ومخافة الله؟
كم انتهازي يشن كل يوم هجوما على أدمغة الناس باسم هيبة الأحزاب المجاهدة. كم زمنا سنعيش تحت حكم المعقدين نفسيا والمصرين على أن نعيش معهم دهورا من الجهل والتخلف؟ إلى متى سنتحمل سياسي الخطب الرنانة وهلوساتهم؟ كم عمرا سنضيع مع أحاج وحزورات يطلقون عليها ظلما صفة خطاب من شاكلة لسنا في أزمة قوالب وهياكل جديدة؟ لا نريدها سلطة جديدة، لكننا نريدها أن تكون روحا تتموج إلى بقية المبادرات الأخرى. لا تصدق أن هذه العبارة قالها جاك دريدا وهو يفكك الخطاب، إنها من تفانين فيلسوفنا السابق الجعفري. كم صدمة ستتحملها قدراتنا ونحن نجد المسؤول يطالبنا نحن المواطنين بأن نتحمل مسؤولياتنا فيما لم يلتفت إلى أصحاب القرار ليقول لهم اتقوا الله في مواطنيكم. تعامل عادل عبد المهدي مع احتجاجات تشرين المطالبة بالإصلاح والخدمات والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بأن قرر أن يخطب منتصف الليل، وبدلا من أن يصغي إلى مطالب المحتجين سارع بتوجيه عبد الكريم خلف أن يظهر في التلفزيون يشتم ويكذب ويبرر القتل ما أجل أن يواصل رئيس الوزراء خطبه التي كان يتمنى أن يتربى عليها هذا الشعب. الكاتب يدعو العراقيين إلى عدم تصديق خطباء المنطقة الخضراء لأنهم يريدون لنا الخراب في لحظة يحلم فيها الناس بدولة حقيقية، دولة مواطنين، لا دولة تنتظر الأوامر من الجارة الأرجنتين لكي تشكل الحكومة. ليس الانهيار أو الإفلاس أسوأ ما في وضع لبنان، كذلك ليست الجائحة هي الأخطر على حياة اللبنانيين ومعيشتهم، بل الأكثر إهانة هو أداء السلطة في بلد يتميز نظامه بمركزية مطلقة. حنا صالح يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن مهلة 100 يوم على تأليف الحكومة من التحالف الثنائي حزب الله والتيار العوني انتهت اليوم بتبخر وعود الإنقاذ وانكشاف العجز عن اتخاذ أي تدبير أو إجراء يشي بأنها مدركة لحجم الكارثة. لم يرفق الإعلان الرسمي عن الإفلاس لحظة العجز عن تسديد سندات الدين بأي خطوة لمواجهة أعباء اليوم التالي، وطيلة أشهر لم يتخذ أي تدبير فتلاشت الثقة ما سرع من حجم الانهيار، فطار سعر صرف الدولار وتجاوز عتبة 4200 ليرة، واستمر ارتفاعه بلا كوابح، واتسع تآكل الرواتب، وارتفع غلاء السلع الغذائية إلى نحو 150%، ما بدأ يخرج المحجورين في احتجاجات غاضبة، لأنه ببساطة تراجع الخوف من الجائحة المميتة أمام رعب سعر صرف الدولار. الصراع بين فريقي الطبقة السياسية لم يأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس وحقوقها، وأثبتت جلسات التشريع النيابية أن المجلس الفاقد للشرعية الشعبية هو الغطاء الحقيقي لنهج الفساد، بحيث ذهب إلى تشريع زراعة الحشيشة وتجاهل كل الأولويات التي تحمي حياة المواطنين والحدود الدنيا لمعيشتهم ضمانا للاستقرار. بدت المحاصصة أبرز أولويات كل الطبقة السياسية، والأوضح أن الدويلة التي تملك فائض قوة تعمدت منح الضغط الأقصى للذهاب إلى خيار سياسي يغرق البلد كي يتمكن هذا الفريق من إحكام قبضته، والأمثلة عن هذا النهج كثيرة، تبدأ بالعراق ولا تنتهي بسوريا واليمن، وتؤكد لكثير من الأوساط كم هو كبير الشبه السياسي بين هذه الحكومة وأول حكومة شكلها نور المالكي في العراق. الكاتب يضيف إنه في المرحلة الصعبة العصيبة التي يمر بها لبنان تظهر عناصر قوة الناس، وهي اتساع جغرافيا الفقر، كسر المواطنين للانقسامات الطائفية وتجاوزها، وتقدم الرؤية التي تؤكد أن الحل يكون بالتغيير السياسي من خارج الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والارتهان، والإصلاح الحقيقي لا يكون إلا باستعادة دور الشارع
وفق شعار سياسي موحد محوره الوصول إلى مرحلة انتقالية تعيد تكوين السلطة. وضح الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر ما كانت الدول العديدة التي تحاول التوسط لحل الأزمة الليبية تتجاهله عامدة، فهذا الرجل المتقلب لم يحد عمليا عن خط معلمه القذافي في إيمانه بالقوة الغاشمة والانقلاب العسكري كوسيلتين وحيدتين للسيطرة على البلاد والعباد، بغض النظر عن تعدد وتبدل الرعاة والمشغلين، وباحتقار شديد لكل المساعي والجهات السياسية بما فيها تلك التي تؤيد دعوته أو تمشي في ركابه. هذا ما جاء في افتتاحية صحيفة القدس العربية. لاقى إعلان حفتر معارضة واسعة من دول على علاقة بالصراع الجاري في ليبيا، بما في ذلك روسيا وألمانيا والولايات المتحدة، وبغض النظر عن خلفيات هذه الدول في معارضتها ومدى مصداقية ذلك، فإن ما جرى في ليبيا ليس منفصلا عما يحصل في باقي بقاع العرب والعالم، فهو يشابه ما فعله المجلس الانتقالي في اليمن من إعلانه الحكم الذاتي، فكلاهما يرفض الحكومة الشرعية في البلدين، وفي حين يطمح الانتقالي للسيطرة على جنوب اليمن، فهل يمكن اعتبار إعلان حفتر نفسه حاكما أوحد لليبيا بعد النكسات العسكرية التي تلقاها، تمهيدا أيضا لحيازة ما يستطع من الجغرافيا الليبية، أم أن غطرسته وغروره يدفعانه فعلا إلى الاعتقاد بأن مكافأته على الهزائم المتوالية تؤهله للسيطرة على كل ليبيا؟ الحقيقة التي يجب أن تقال إن نموذج حفتر على غرابته وكاريكاتوريته ليس إلا تعبيرا عما يجري في العالم من انتهاك للمنطق والشرع الأممية وحقوق البشر وحقوقهم الأساسية، بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت ما يسمى بصفقة القرن التي لم يرى الفلسطينيون والعرب منها غير قرارات الضم المقبلة للأغوار وأجزاء من الضفة، مرورا بما يفعله زعماء عرب بشعوبهم وشعوب أخرى من إجرام يفوق الوصف. تختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه لا يفعل تصريح حفتر إذن سوى إعلان انضمامه إلى الترند العربي والعالمي في إعلاء شأن الظلم والطغيان والإجرام وتجاهل كل ما يمت للسياسة والإنسانية من صلات. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا لإيشان ثارور قال فيه إن جائحة كورونا قد تدمر العالم، ولكنها هدية بالنسبة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ويشير الكاتب إلى استفادة نتنياهو من الجائحة، إذ ساعدته على تأجيل محاكمته بتهم الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة حتى أواخر أيار، كما خلقت ضغوطا أتاحت له الفرصة لتشتيت التحالف المعارض له وأن يقوم بتشكيل الحكومة مرة أخرى. الصحيفة أشارت إلى تعقيدات حكومة الوحدة التي تم التوصل إليها بين نتنياهو وخصمه السابق بني غانتس، ونجم عن مباحثات تشكيل حكومة، تقسيم وزيادة بنية الحكومة التي تم التفاوض عليها بصعوبة، وتم تقاسم السلطة بين المعسكرين المتخاصمين، وتم زيادة عدد الوزارات لإنشاء أكبر بيروقراطية في تاريخ إسرائيل. ويتضمن الاتفاق بين نتنياهو وغانتس فقرة حول ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة مع وادي الأردن، وهو ما سيبدأ مطلع تموز يوليو المقبل. ويأمل نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف مد السيادة الإسرائيلية إلى بعض المستوطنات التي يبلغ عددها 128 والمنتشرة في الضفة الغربية المحتلة. يجد هذا التحرك تشجيعا من المجموعات المؤيدة للاستيطان ومن قاعدة الرئيس تراب الإنجيلية في أمريكا، لكنه لا يلقى قبولا من الدول العربية المجاورة لإسرائيل. وفي رسالة لغانتس الذي كان رئيسا للأركان وقعها ضباط سابقون في المؤسسات الأمنية الإسرائيلية ورد التالي:
قد يشعل الضم من جانب واحد حريقا خطيرا، فأي ضم جزئيا غالبا ما يتسبب بتفاعل تسلسلي لن يكون لإسرائيل سيطرة عليه، سيؤدي إلى انهيار الهيئات الأمنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وهذا بدوره سيتطلب من إسرائيل أن تأخذ على عاتقها مسؤولية الضفة الغربية كاملة وتتحمل المسؤولية عن حياة 2,600,000 فلسطيني. وتنقل الصحيفة عن السفير الأمريكي السابق في الكيان الصهيوني دانيال شابيرو قوله إن أي تطبيق حقيقي لأي شكل من أشكال الضم مستحيل دون عملية فنية مكثفة، وهو ما سيكون من الصعب إنجازه قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020. فربما يرى نتنياهو ترامب الذي شجع إسرائيل لسلوك هذا الطريق يهزم أمام منافس سيسعى لجر رئيس الوزراء إلى الخلف. توقع الكاتب الصحفي البريطاني بيتر أوبرون أن يسفر تفشي وباء كورونا عن انحسار العداء للإسلام وعن إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية على نحو يجعل من الصين العدو الأول للغرب. ورأى في مقاله في موقع ميدل إيست آي البريطاني أن نظرة الغرب للإسلام كعدو أول برزت بعيد سقوط جدار برلين وانتهاء الحرب العالمية أو الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، وأطرتها النظرية التي ادعاها صموئيل التي تدعي حتمية صدام الحضارات. الكاتب يقول إن ساسة الغرب مثل الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق تود بلير اتبعوا نظرية هنتينغتون، فكانت العديد من الدول الإسلامية هدفا للولايات المتحدة وحلفائها خلال ربع القرن الماضي، كما دأبت وسائل الإعلام الغربية على تصوير المسلمين على أنهم متطرفون خارجون عن القانون ويشكلون تهديدا وجوديا للعالم. ويضيف الكاتب أن كثيرا من ذلك العداء البغيض ضد الإسلام قد يشهد انحسارا في المستقبل القريب في أعقاب أزمة تفشي وباء كورونا، وذلك نظرا لعدة عوامل من بينها التضحيات العظيمة والجلية التي قدمها المسلمون خاصة في بريطانيا، حيث كان أول 4 أطباء يفقدون أرواحهم بسبب كورونا مسلمين، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير موقف الرأي العام من المسلمين. أما العامل الثاني حسب المقال فهو أن جائحة كورونا ستعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للعالم، وأن الغرب يحتاج إلى عدو وقد باتت الصين هدفه مؤخرا. وأشار الكاتب إلى أن الصين يتم تصويرها الآن على أنها العدو الوجودي الجديد للغرب تماما كما كان الأمر مع الإسلام قبل 20 عاما، ويتم ذلك من قبل نفس الأشخاص ونفس المعلقين بالصحف والمؤسسات الفكرية والأحزاب السياسية ووكالات الاستخبارات. وختم الكاتب بالقول إنه ربما نكون قد وصلنا الآن إلى نهاية الحقبة الطويلة التي كان فيها العدو الرئيس هو الإسلام، فقد يكون الغرب قد وجد لنفسه عدوا شديدا الآن، وهو ما يمنح المسلمين فرصة لالتقاط أنفاسهم بحرية. تفاقم غش المنتجات الطبية وتقليدها عالميا في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، إذ استغل المجرمون الجائحة للتربح عبر بيع مستلزمات مغشوشة لا تقي من الفيروس وأدوية مقلدة ومزورة. وفق ما كشفته بيانات الانتربول الصادرة في آذار الماضي والتي وثقت تصدر مستلزمات كورونا من كمامات مقلدة ومستحضرات تعقيم لليدين غير مستوفية لمعايير السلامة وأدوية مضادة للفيروسات غير مرخصة، للمنتجات المزيفة تم ضبطها ومصادرتها عبر أجهزة إنفاذ القانون في 90 بلدا حول العالم، والتي توصلت إليها أو إلى أسواق إلكترونية لمنتجات صيدلانية غير مشروعة منتشرة على الإنترنت، وعلى إثر ذلك تم حذف 2500 رابط يحيل إليها بالإضافة إلى عدد مماثل يتم العمل على إزالته. وجرى تقويض أنشطة 37 مجموعة إجرامية منظمة تعمل في غش المستلزمات الطبية،
واعتقال 121 شخصا في 90 بلدا، وقد صدرت أيضا منتجات صيدلانية خطرة بقيمة 14 مليون دولار أمريكي، من بينها 34 ألف كمامة مقلدة تباع عبر منصات التواصل الاجتماعي. ولا نختتم هذه الحلقة باستعراض أبرز ما رسم فنانو الكاريكاتير لهذا اليوم. بهذه الرسومات المعبرة نصل معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. إلى لقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.